حضرتك اتخرجت سنة كام؟ 1999. بيتميز بإيه كارديو أليكس عن أي مؤتمر تاني في مصر؟ أكتر حاجة بتميز كارديو أليكس هو التيم بتاع كارديو أليكس، especially الستاف بتاع كلية طب جامعة اسكندرية واسم القلب. تفتكر أول مؤتمر طبي حضرتك سافرته برا مصر؟ المؤتمر ده كان سنة 2004 وكان في برشلونة، وكان هو ميتنج انترناشنال ميتنج في الكارديولوجي، وكان حاجة وهمية بالنسبة لي ان انا اشوف كل الناس دي مهتمية بالعلم وجايين من كل حتة في العالم عشان يحضروا السيشنز ويقعدوا يسمعوا ويشوفوا الوركشوبس. كانت حاجة فاسينيتنج بالنسبة لي ان انا اشوف الاهتمام بالعلم كده. تفتكر اكتر موقف اثر فيك وحضرتك بتحضر كارديوليكس؟ سنة 2001 كنت لسه أول سنة أحضر كارديو أليكس بنظم فيه، كنت لسه نايب صغير، وفي أحد السيمبوزيا دخلت كان فيه مسابقة علمية وكانت الجائزة عبارة عن جهاز رسم قلب، وكان بيحضر في السيشن دي على الأقل خالص 2001، وقلت إن أنا عشان أكسب فرصتي وهمية، ورغم كده كسبت، واللي سحب الرقم بتاعي كان الدكتور أستاذ الدكتور وجدي عياد، وأعلن إن أنا كسبت جهاز رسم القلب. لحد دلوقتي جهاز رسم القلب ده موجود عندي في عيادتي وبشتغل بيه، وكل ما ببص له بفتكر كارديو أليكس. ايه راي حضرتك في اصرار كارديو أليكس في حضور شباب الاطباء كل سنه؟ هي دي رساله العلم، وسيمبلي انا وزمايلي كلنا محمد صدقه ومحمد لطفي كل زمايلي بدانا واحنا جونيور ستاف. انا واحد من الناس بدات جونيور ستاف في مؤتمر الكارديو أليكس، وكنت بخش المسابقة بتاعت الجي سي اي كسبتها 4 سنين متتاليين، وده خلاني حاطط في دماغي دايما ان انا كارديو أليكس ده بالنسبة لي مش مجرد مؤتمر بحضره او بحضر له، هو حاجة زي العيد بستناها من السنة للسنة. بتحس بايه وحضرتك مشارك في مؤتمر زي كارديو أليكس؟ طبعا يعني this is honor to me ان انا ابقى موجود في مؤتمر عالمي وكبير زي ده وبراند نيم، مش اي حد دلوقتي يقدر ان هو يشترك في كارديو أليكس حتى لو بالحضور، ومش ما بالك بالتنظيم. فدي حاجه it's honor لاي واحد في مصر وبره مصر انه يبقى موجود في الاورجنايزنج كوميتي والساينتفك كوميتي بتاعه كارديو أليكس.